بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا وبعد. إعمالا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21304 المؤرخ في 4 أوت 2021، المتعلق بأحكام وإجراءات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، لا سيما أحكام نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة والخامسة عشر، وكذا أحكام القرار رقم 0121 المؤرخ في 15 أوت 2021 الصادر عن السيد رئيس المجلس الدستوري القاضي باستدعاء أساتذة القانون الدستوري على مستوى الجامعات لانتخاب ممثلين عن أساتذة القانون الدستوري على مستوى المحكمة الدستورية بتاريخ 14 أكتوبر 2021. فكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أضرار كغيرها من جامعات الوطن وفرت كافة الشروط وكافة الظروف المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية. فمن بداية هذه العملية وكافة الإجراءات التي تمت بدءا من اختيار أو الدعوة إلى اختيار مترشحين إلى غاية اليوم أي تاريخ الانتخاب، فالعملية تتم بشكل سليم بالتنسيق الدائم والمباشر مع مجلس قضاء أضرار من أجل إنجاح هذه العملية وإعلان عن النتائج في الوقت المحدد. إذن نحن اليوم في هذا اليوم 14 أكتوبر 2021 في مركز انتخاب لزملائنا أساتذة القانون الدستوري المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية ممثلين لجامعات الغرب الندوة الجهوية للغرب الجزائري. نشكر أولا السادة القائمين على هذا المكتب من ممثلي سلك القضاء والزملاء الأساتذة الأعضاء في يعني لجنة الانتخاب، وطبعا أدعو زملائي أساتذة القانون العام المسجلين طبعا في القائمة، وهم قد سبق أن تمت إجراءات إدارية أولية لتحديد القائمة، وقد يعني قمنا بإيصال كل المعلومات إلى السادة الزملاء أساتذة القانون العام. أدعوهم في هذا اليوم للتصويت على زملائهم المرشحين في المرشحين طبعا لعضوية المحكمة الدستورية. الأجواء طبعا أجواء جيدة، وقد سخرنا كل الإمكانيات، نشكر الإدارة التي سخرت لنا كل الإمكانيات لإتمام هذا يعني هذا الواجب في أحسن الظروف.
الصوت للأستاذ عباس عمار. ورقة تصويت أخرى صحيحة شكلا، عندنا الصوت الأول للأستاذ عباس عمار والصوت الثاني للأستاذ عبد الرحمن عزاوي. ورقة تصويت صحيحة شكلا، الصوت الأول أستاذ عباس عمار والثاني أستاذ عبد الرحمن عزاوي. لا أستاذ عبد الحفيظ وسكين. ورقة صحيحة شكلا، عندنا الصوت الأستاذ عباس عمار وصوت الأستاذ عبد الرحمن عزاوي. ورقة انتخاب صحيحة شكلا، عندنا صوت الأستاذ عبد الرحمن عزاوي. أستاذ عبد الرحمن عزاوي. ورقة تصويت صحيحة شكلا، عندنا صوت الأستاذ عباس عمار وصوت الأستاذ عبد الحفيظ مسكين. ورقة تصويت صحيحة شكلا، عندنا الصوت الأول أستاذ عباس عمار والصوت الثاني الأستاذ عبد الرحمن عزاوي. مش هتقصر.